بالقنيطرة انتقل فريق اتحاد الزمولي الخميسات الصاعد والعائد إلى حضرة القسم الأول، وذلك استقبال فريق الوداد في إطار منافسة الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في نسختها الرابعة. فريق اتحاد الزمولي الخميسات الذي تأقلم بسرعة مع أجواء منافسة الكبار وحقق نتائج طيبة بعد لقاءات جيدة في البداية، كان آخر هذا اللقاء القوي ضد الوداد حيث تمكن من انتزاع التعادل بفضل الهدف الأول الذي وقعه اللاعب عبد الرزاق الناصف في الدقيقة 26 من اللقاء. الهدف جاء إطار ضرب جزاء أعلن عنه الحكم عمر الحلو ونفذها بنجاح اللاعب الناصفي. الفريق الزمولي كان بإمكانه إضافة أهداف أخرى لولا التسرع وسوء الحظ، كما نتابع هنا من خلال هذه المحاولة حيث أصلح الحارس بن عاشور خطأ فادحا في البداية، واللقاء يسير نحو النهاية. فريق الوداد ضعف من مجهوداته أكثر في آخر الفترات في محاولة تعديل الكفة، وانتظر حتى مرور الدقة 91 ليوقع اللاعب العمراني هدف التعادل بشكل أنفس للوداد بعد صمود طويل للفريق الزموري. لينتهي هذا اللقاء بتعادل منطقي أنصف الطرفين إلى حد بعيد، وذلك في انتظار مشوار طويل وحافل هذا الموسم باللقاءات المشوقة والمفاجآت على كافة الأصعدة. رشيد لابد من توقف عند فريق الوداد.